هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة، طبعا طالما مفيش مايك وبصور برا البيت يبقى اكيد 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 هعمل ريفيو عن مطعم. بفكر كده اطلق حملة اسمها اتجوزيه واسرقي هدومه، اتجوزيه واسرقي نظاراته، اتجوزيه واسرقي اي حاجة تخطر على بالك. والله لو لقيتي ساعة عجباكي اسرقيها. مش عارفة بصراحة، بفكر بس لسه تحت هاشتاج اتجوزيه واسرقي هدومه واتجوزيه واسرقي نظاراته، عشان لحد دلوقتي دول اللي انا عملتهم. anyway النهاردة هعمل ريفيو عن مطعم المفروض ان هو بيعمل اكل لبناني، فمش عارفة بصراحة اذا كان هيبقى حلو ولا لا. حاليا انا في بور فؤاد للي مش عارف، ونازلة بورسعيد. قبل ما ابدا الفيديو، قبل ما ابدا ريفيو، ما تنسوش لايك شير كومنت سبسكرايب اليوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات. يلا بينا. طبعا انا ما جيتش من هنا بقالي سنين تقريبا، شكل المكان اتغير. هو اساسا المكان اللي انا فيه ده يعني هو اسمه ستايل سكوير، طبعا اتغير كتير عن لما اخر مره جيت فيه. هو يعتبر مجمع مطاعم، يعني فيه كذا مطعم، في جيم، في مطاعم كتير هنا. ده المفروض المطعم اللي انا هروحه، نغم بيروت. ده شكل المطعم، نغم بيروت. وانا هنا وصلت المكان دلوقتي. الديكوريشن حلو، المكان حلو، بس عندي كده كام كومنت كده هم اكيد هيبانوا بس في اخر الفيديو. هو المفروض دلوقتي ان ده الديكور حواليا، عجبني جدا على فكره الديكور اللي هنا، حاجات كتير بصراحه شكلها حلو، كراسي شكلها حلو، بس في كومنتس يعني تحسوا ان في زي حرق كده في الكراسي هنا. انا مش بحب بصراحه ادخل مكان يكون كده. اوكي هو يكون سامح بان في سموكينج مفيش مشكله، بس حاجه زي كده مينفعش يسكت عليها او مينفعش يسيبها فتره طويله. المفروض ان المنيو دلوقتي نزل، فلسه هختار من المنيو واشوف. و تعالوا اوريكم بقى شكل الترابيزه قدامي. طبعا المره اللي فاتت انا كان عندي صدمه، طبعا كان مكان غريب جدا، كان في حاجات كتير. هو كل الموضوع المناديل وتقريبا ده السكر بس، ده اللي موجود، والمنيوهات. ده بقى شكل المنيو، خشب كده وبصراحة حلو مش وحش. وده شكله من جوه، وطبعا لازم كلمة في البداية. ده شكله بشكل عام يعني حلو مش وحش، وعجبني على فكرة ان هو خشب من بره. ايه رأيك في المكان بشكل عام؟ المكان شكله حلو. انا اللي عاجبني بصراحة الديكوريشن، عاجبني جدا، بس عندي كام كومنت يعني هيبانوا في اخر الفيديو. انا مش عاجبني شويه حاجات في المكان، بلس كمان الترابيزه واللي موجود عليها ما كانش زي المره اللي فاتت، او زي ما انا كنت متخيله ان حلقه في مطعم زي ده. برضو من المطاعم اللي كانوا بيتكلموا عنها ان هي ما حصلتش برضو هنا عندنا. ما علينا، المفروض ان انا طلبت الاوردر دلوقتي. تشكيله كده. كمان انا على فكره طلبت قهوه، وبصراحه هو كان ذوق جدا 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 معايا، لان القهوه المفروض ان هي الوش بتاعها راح، فقال لي لو انت حابه تغيريها، وانا بصراحه مش من نوعيه الناس دي، مش للدرجه دي ممكن اعمل حاجه زي كده، فدي حاجه تتحسب لهم بصراحه. ده شكل الاكل بصراحه. الطبق ده يعني السيد هو اللي مختاره، اختيار موفق يعني. هو المفروض ان هو بالكريز، يا رب يطلع حلو.
دي مقلوبة. اوكي وده ورق عنب ودي فتوش. دي فتوش وفي كبة ورا هيت. وفي لمحة لطيفة هيت ان المعالق والشوك جايبينها في كوباية ماء سخنة. هي فكرة حلوة، اول مرة اجرب حاجة زي كده. العيش مش حلو بتاع الفتوش، تحسوه بايت. العيش بايت صح؟ السلطة طعمها حلو بس العيش بايت. ورق العنب انا عارفة الطعم ده كويس، طعم معلبات يعني، مش هما اللي عاملينه، مش وحش، بس تخيلت ان الاكل كله هيكون زي ما الناس بتحكي عنه. المفروض ان دي كفته اسمها كفته نغم بيروت، هي بالكريز. انا خايفه. حلوه جدا. كبيبه او كب زي ما بيقولوها، كل لحمه محشيه لحمه فروج. لا دي حلوه برضو. طبعا طبعا بعد ما بيلاقوني بصور لازم يدوني الويلكم درينك. مش عارفه بسرعه طعمه هيبقى عامل ازاي، هدقوا بعض الاكل. اوكي المفروض ان دي مقلوبه، دي بطاطس. يعني اوكي التوابل فيها حلوه، التوابل فيها حلوه. القرفه باينه فيها قوي. طعم القرفه حلو جدا. الكومنتس اللي عايزه اقول عليها، شكل الطبق بتاع ورق العنب شوفوا شكله عامل ازاي، بصوا وقع الحاجه ازاي، شوفوا منظر الزيت. فبصراحه مش اختيار موفق ان احنا نختار طبق زي ده كده، او ان احنا ما نحطش الزيت الكتير الرهيب اللي كان على ورق العنب بالطريقه دي. بصراحه بعد ما اكلت يعني بالنسبة للحاجات اللي انا طلبتها يعتبر احسن حاجة طلبتها هي الكفتة. اول مرة في حياتي اكل كفتة بالكريز يعني. وبعد كده الكبة كان طعمها حلو جدا. بعدهم تيجي التومية. اوكي وبعد التومية المقلوبة. المقلوبة كانت حلوة جدا، وانا اول مرة اكلها بالطريقة دي لان انا ما باكلهاش فيها كوسة وخضار وكده، يعني ممكن بنعملها عادي باللحمة بس، فاول مره كلها بالطريقه دي كان طعمها حلو جدا. حاجتين ما عجبونيش بقى، اولا ورق العنب لان ورق العنب معلب ودي مش حاجه حلوه خالص بصراحه. الحاجه الاخيره بقى السلطه، السلطه بصراحه مش حلوه خالص. العيش بايت والصوص حادق جدا، كانش حلو خالص خالص خالص. المفروض ان هو الويلكم درينك بالظبط كده. طعمه حلو جدا، طعم القرفة والليمون مع بعض الصوص ده بيجنن. وطعم القرفة يعني اقدر اقول ان انا اتصالحت بالدرينك ده. برضو شكل المطعم والكافيه من بره لان انا ما كنتش عارفه اصوره خالص في الصبح، اتلبخت وكده. وطبعا في قاعده بره على فكره، يعني في مكان برضو بره لو انتوا حابين كافيه. وطبعا المطعم جوه في الدور اللي فوق، ما فيش حاجه في الدور اللي تحت. اوكي بس كده يعتبر كده انا خلصت. يعني اقدر بصراحه ادي للمكان 7/10 بس عشان انا صورت الحمام من جوه، هسيب لكم صوره، هنهود صوره صغيره. شكل الحمام من جوه بصراحه ما عجبنيش، شويه النظافه ما كانتش قد كده. وكمان بالنسبه للحاجات في الاكل في المنيو انا طلبتها ما كانتش حلوه زي ورق العنب،
وزي اللي هو الفتوش او اللي هي التبوله فتوش الفتوش ما كانتش حلوه بصراحه. العيش كان يعتبر بايت والورق العنب مش هم اللي طبخينه ده جاهز, ودي مش حاجه واو. المفروض ان هو مطعم لبناني بيعمل اكل لبناني. فده رايي, انت ايه رايك؟ نفس الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكومنتات اللي قلنا عليها. تديله كام من 10؟ ممكن 7-7.5 لان في حاجات. انت ليه دايما معايا من المره اللي فاتت في نص كده؟ هو في نص محيرك. في حاجات ما كانتش عجباني في السلطات تمام. يعني الفتوش بالنسبه لي كان حلو, بس الصوص اللي فيه كان كتير قوي لدرجه ان هو كان حادق جدا. كان حادق كمان. الورق عنب سيء جدا لان باين ان هو جاهز بزيت في مش حلو تمام. بالنسبه لي انا المقلوبه ما كانتش الواو. لا انا عجبتني بصراحه وعجبتني جدا. ما كانتش الواو لان انا باكلها بايا احسن من كده تمام. الكفته كانت حلوه جدا, اول مره ادوق كفته بالنظام ده سبيشال بصراحه. يعني كانت احلى حاجه احنا طلبناها الكفته اللي معموله بالكريز دي. اولا تتبيله الكفته نفسها كانت حلوه جدا, وموضوع طعم الكريز ده كان حاجه حلوه جدا جدا جدا. بس في العموم هو مكان كويس ومكان شيك قوي. حتى هو ده شكله من ورايا اهو. بس كمان بيعملوا فيه سيشن تصوير وكده, فيعني المكان جميل تمام. بس في حاجات المفروض ان هو مطعم فلازم يكون بيرفكت فيها, هو ما كانش واصل للدرجه دي فيها. صح. بس عشان كده مديله 6.5. هو انا 7/10. بس كده اكون خلصت الفيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك شير كومنت سبسكرايب اليوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات. لو وصلتوا لحد اخر الفيديو سيبولي في الكومنتس تحت اي مكان انتوا حابين ان انا اجربه بليز. لو في بورسعيد يعني لو عندكم مكان حابين تجربوه قولوا لي في الكومنتس تحت. ولو انتوا مش من بورسعيد ده شكل المكان اهوت عشان لو عجبكم وحابين تيجوا هنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. باي باي.